الحمد لله جبت الباك وتعبنا ما راحش في باطل، وهذه هي الصح. وان شاء الله عقوبه كامل اللي جابوه، واللي ما جابوش ما يقطعوش ليات، مازال كاينين كما يقولوا، مازال عام الجاي مازال، وشغل هذا باك برك الحمد لله يا رب. هذه هي هارون فريال، شعبه ادب وفلسفه، نقرا في ليسي فخار 10-63. الحمد لله يا ربي، وان شاء الله ثاني اللي ما نجحوا ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله يكونوا في الله. عشت معاها انا من بدايه العام، من بدايه العام وانا معاها، يعني كنت مرافقها كاع في المسيره هذه، والحمد لله يا ربي الحمد لله. تعبها ان شاء الله ما راحش هكذا. انا الطالبه لينا حسينة طوبال الصغير، هذا عامي الدوزيام تاع الباك، والتوفيق ربي الحمد لله. اول شيء بتوفيق ربي جبته، وحبيت نقول لي ما جابوش ما تفقدوش امل، انا عامي الدوزيام الاول ثاني ما جبتوش. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانوية عبد الكريم فخر، عدد المترشحات لا اجتزنا امتحان شهادة البكالوريا 287 تلميذة. نسبة النجاح اليوم هي 68.33%، وهي نسبة مشرفة طبعا. هذا اليوم يأتي ثمرة المجهودات المبذولة خلال العام الدراسي من طرف التلميذات، من طرف كل الأساتذة والإداريين، وطبعا تحت إشراف مديرية التربية لولاية المدية.